تم تقسيم المشاريع المبلغ إلى 4 أجزاء. مشروعين هو عبارة عن تبليط شوارع متفرقة في مختلف أحياء مدينة العفر، والمشروع الثالث هو تأهيل جراج بلدية العفر. المشروع الرابع وهو المشروع الرئيسي والمهم وهو إنشاء السائد الثاني لطريقة العفر سنجار ابتداء من دورة تشولاغ وصولا إلى البوابة الغربية للمدينة. هذا الطريق من الطرق الرئيسية والمهمة الذي طالما انتظرها المواطنين الكرام في مدينة العفر. طول المشروع هو 4000 متر طول. يحتوي المشروع على سائدين. أول الفقرة الأولى للمشروع هو تعريض السائد الحالي الموجود بالإضافة إلى إنشاء جزرة وسطية مزروعة بشتلات ذات نوعية جيدة لم تكن موجودة في المدينة، بالإضافة إلى زراعة التيل الطبيعي على طول جزر وسطية. أنا بدوري أشكر جميع الذين ساهموا في توفير التخصيصات المالية اللازمة لإعمار مدينة العفر، وأخص بالذكر السيد محافظ نينوى المحترم الأستاذ عبد القادر الدخيل والمهندس رعد الحديدي مدير بلديات محافظة نينوى الذين كانوا على تواصل دائم ومباشر معنا من أجل تخصيص المبالغ اللازمة لإعمار مدينة العفر وتدليل وحل جميع المشاكل والمعوقات التي يصادفنا أثناء تنفيذ تلك المشاريع. وأنا بدوري كمدير بلدية أعهد مواطنينا الكرام بأننا سوف نبقى على الأحد من أجل تغيير واقع مدينتنا وجعلها بأبهى وأحسن وأفضل صورة في المستقبل القريب.